السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم سلوى من قناة سنسونة سلوى، والنهاردة هنعمل كيكة اسفنجية سهلة جدا من غير ولا مضرب ولا خلاط، كمان مش هستعمل فيها ولا بيض ولا زبدة. طريقتها وريحتها في منتهى الجمال. عاملاها النهاردة بنكهة الليمون، بشر الليمون مديها نكهة وريحة فظيعة. نقدر نشيله ونحط بشر برتقان، او نشيل بشر الليمون وبشر برتقان ونحط فانيليا على حسب ذوقنا، ولكن عصير الليمون في الوصفة مهم جدا عشان تطلع هشة ولونها فاتح زي ما احنا شايفين. يلا نبدأ بسم الله ونخش على المقادير. اول حاجة هجيب كوباية من الزبادي، ودي مطلعها من قبلها شوية، يعني بقالها ساعة كده برة التلاجة، 170 جرام. هحطها كده في بولة. الزبادي من الحاجات اللي بتخلي الكيك طري وجميل، وفعلا من احلى حاجة. اي نوع ليمون عندك، انا هستعمل بشر الليمون والعصير، فهاخد البشر الليمون من الليمونة الكبيرة دي لان بيديني بشر فعلا مميز وريحته بتكون حلوة. الصغيرة ما بعرفش قوي ابشرها صراحة. وهعصر ليمونة كاملة، عصير ليمونة طبعا من غير البذر، اهو زبادي وعصير ليمون وبشر الليمون. نص كوباية من سكر البودرة، او حتى لو عندك سكر ناعم الحبيبات، سكر ناعم ينفع برضو تشتغل بيه. هجيب اي مصفى وهحط فيها معلقة صغيرة مليانة من بيكنج بودر، ونص معلقة صغيرة من البيكنج صودا. حطيت المواد الرافعة، وحط كمان رشة الملح، ونخلها كده بشكل بسيط. ونقلب. حقيقي التفاعل بتاع الليمون مع المواد الرافعة هيديني كيكة فاتحة وهشة، وانتوا هتشوفوا بنفسكم. نبتدي نقلب كده. مش ناقص على الخليط اللي هو السائل ده الا ربع كوباية من الزيت. واستعملي دايما للكيك نوع زيت يكون كويس، بلاش الزيت اللي انت بتستعمليه للقلي يكون هو نفس الزيت للكيك، لا هاتي نوع كويس واستعمليه. وهستعمل كوباية واحدة من الدقيق، هنخلها برضو عشان ادخل برضو هوا فيها. وكده خلاص، كده خلاص موضوع زي ما قلتلكوا بسيط جدا، والمقادير هتكون مكتوبة ان شاء الله في اخر الفيديو زي ما احنا متعوزين. هبتدي اقلبها. طبعا في الوقت ده انا مشغلة الفرن علشان لما تيجي الكيكة تخش لازم يكون داخلة على فرن سخن. مسخنة الفرن على درجة حرارة 180. ودلوقتي هجيب قالب احط فيه الكيك ده. قالب طبعا بدهنه برضو بمسحة كده بسيطة من الزيت، وهحط شوية صغيرين جدا من الدقيق علشان ما يلزقش معايا. القالب ده بايركس بيخش الفرن. اي طبعا قالب عندك ينفع. احسن نتائج دايما بشوفها من القوالب الالمونيا اللي بتكون خامتها كويسة، وكمان القوالب اللي هي البايركس بتطلع الكيكة فاتحة. انا بهزها كده عشان تطلع الكيكة مستوية. هدخلها الفرن حوالي 20 لـ25 دقيقة لحد ما الاقيها بقى بالشكل الجميل ده. ريحتها طبعا مالية البيت بشكل يعني اكيد يعني هتعجب ولادك وهتفرحيهم. انا متأكدة ان شاء الله ان هتلاقي المقادير عندك دلوقتي وتقومي تعمليها على طول، وترجعي تكتبيلي تحت في التعليقات ايه رأيك في الكيكة الجميلة. طبعا شكلها جميل وريحتها جميلة جدا. نقدر نضاعف المقادير ونعملها في صينية اكبر من كده، او حتى نعملها في صينية مدورة بنفس الحجم كده. دلوقتي انا بعد ما بردت قلبتها، معلش التصوير معايا بس عمل شوية، طرية وجميلة جدا. ناقص اللي انا افتحها لكم من جوة ونشوفها ان هي فاتحة وهشة وفي منتهى الجمال. ريحة الليمون معاها تحفة. اتمنى ان شاء الله ان هي تعجبكم. ودلوقتي زي ما قلتلكم المقادير مكتوبة على الشاشة. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو تاني، ومع السلامة.